السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر جمالكم ومعاكم دكتورة رشا عبد اللطيف. أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام والإسلام والمسلمين بخير وسلام وأمن وطمأنينة. وبمناسبة هذه الذكرى الطيبة العطرة الجليلة أتوجه بالحديث لما حدث مؤخرا في فرنسا. من نشر رسوم مسيئه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحدث القبيح والوقح لم يكن الاول ولن يكون الاخير لماذا لان ببساطه العقليه الغربيه بتتعامل مع الاسلام والمسلمين وليست فرنسا وحدها تتعامل مع الاسلام والمسلمين من منطلق الجهل حقا فهم جهلاء وبالتالي ليس على ليس على المواطن الغربي حرج وليس على الجاهل حرج. ومن هنا بتكلم بكل صراحه وبتكلم بكل موضوعيه وسوف اكون اكثر جراءه عندما اقول لكم نحن المسلمون من اذنبنا اولا في حق رسول الله؟ نحن المسلمون نحن العرب من اخطانا اولا ومن اساءنا اولا في شخص رسول الله قبل ان يسيء اليه الغرب. فعلينا ان نحاسب انفسنا اولا، فعلينا ان نسال انفسنا اولا قبل ان نقدم اللوم للمواطن الغربي، فالمواطن الغربي جاهل، ليست لديه المعلومات الكافيه عن صحيح الاسلام والمسلمين، ليست لديه المعلومات الكافيه عن شخص رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ماذا قدمنا لسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في هذا العصر الحديث المليء بالتقنيات الرقميه والمليء بمواقع التواصل الاجتماعي وعندنا كتير من تكنولوجيا الاتصال هل قدمنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يليق بشخصه الكريم أم تركنا للغرب كل شيء ليطعنوا ويقدموا صورة عدائية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعرب والمسلمين يواجهون حرب شرسة ضدهم عن طريق أجندات سياسية بيتم تمويلها بشكل, بشكل خاص وذلك لتقديم صورة سيئة وصورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين وبالتالي المواطن الغربي كان قدامه ان يقع ضحيه امام هذه العمليات الكبيره من عمليات غسل الادمغه وغسل المخ بالمعلومات المزيفه، نحن نعيش في عصر حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس التي بتعتمد على تشويه العقائد والايديولوجيات، نحن العرب اين من هذه الحروب؟ هل نعي اسلحتها؟ هل نعي ادواتها؟ هناك مجموعه من الاسئله بتطرح نفسها على الساحه هل نمتلك خطاب اعلامي عربي معاصر قادر على الرد على العقليه الغربيه العقليه الغربيه لا تؤمن الا بالحجه والعقل والمنطق لا تؤمن بالعاطفه نحن شعوب عاطفيه لكن هم يؤمنون بالمعلومه هل قدمنا لهم المعلومه الكافيه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل طبعنا كتاب يتم توزيعه بين طلبه الجامعات والمدارس ليتم تصحيح الصوره المشوهه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اين صناع السينما من انتاج فيلم سينمائي يبث بلغات العالم المختلفه ويتم عرضه في دور العرض السينمائيه في الدول الغربيه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اين هم اين دور رجال الاعمال العرب والمسلمين اللي بيعيشوا في دول العالم الغربي بقالهم فترات طويله ولهم كيانات اقتصاديه ولهم مؤسسات اقتصاديه ضخمه قادره على التاثير في القرار الاقتصادي الغربي اين هم هل قاموا بتمويل حملات يتم تصحيح فيها صوره العرب والمسلمين وتصحيح الصوره المشوهه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل قاموا بدعم أو بتمويل معرض أو منتدى أو احتفالية يتم فيها تقديم المعلومات الكافية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين دوركم؟ أين دور الجاليات العربية الإسلامية اللي بيعيشوا في المجتمع الغربي وأصبحوا جزء متأصل ونسيج من نسيج المجتمع الغربي؟ ماذا قدمتم للمواطن الغربي من معلومات؟ ماذا قدمتم؟ وبوجه كمان رساله للشباب العربي اللي قاعد ليل ونهار على مواقع التواصل الاجتماعي، هل استخدمتم هذه المنصات الرقميه في التواصل مع الشباب الغربي لتقديم صحيح الدين الاسلامي وتقديم الصوره الحقيقيه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام اكتفينا فقط بهشتاج الا رسول الله؟ هذا غير كافي، فما هو قادم خطير وعلينا الاستعداد. فاصل ونرجع عليكم مره تانيه وفقره جديده من برنامجكم سر جمالكم مشاهدينا رجعنا, لي رجعنا ليكم مرة تانية في برنامجكم سر جمالكم النهاردة هنتكلم عن فقرة جديدة وهي عن أهمية المية في حياتنا وطبعا كل خبراء التجميل والأطباء أكدوا على أهمية المية سواء لصحة المرأة أو لنضارة بشرتها أو حتى لصحتنا بشكل عام فالمياه هي سر وجودنا في الحياة فالمياه هي سر من اسرار الجمال والصحه وطبعا عشان نأخذ كوب من المياه النظيفه لازم نتأكد تماما من مدي صحه المياه وجودتها عشان فعلا انها قد ايه هي مهمه في حياتنا النهارده معانا الاستاذ احمد حسين رئيس مجموعه ووتر جروب اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك أه يعني حضرتك من الشباب اللي بداوا حياتهم في مشروع كبير أه فطبعا احنا دايما بنشجع شبابنا على القيام بالمشاريع بالمشروعات اللي تقدر فعلا تفيد المجتمع وكده. فممكن تكلمنا عن مشروعك انا صاحب شركه ووتر جروب فلاتر المياه أه المشروع بتاعي اللي انا ببيع فلاتر المياه للمستهلك م. طبعا المياه حاجة مهمة في حياتنا مم. فالطبيعي ان الناس عايزة تشرب مياه نقية مم. فالفلتر فيه منه انواع كتير في فلاتر بتنقي في فلاتر بتعالج في فلاتر بتعقم طب واحده واحده بقى كده عليا عشان المشاهد يقدر يتابع معايا احنا دايما ثقافتنا عن الفلتر اهو فلتر وخلاص احنا نجيب فلتر ميه اهو بينقي الميه عاوزه اعرف في فرق بين الفلاتر ايه الفلتر اللي بيعالج والفلتر اللي بينقي وعرفت ان في فلتر فيه ساقع وسخن وحاجات كده كتير فعاوزه اعرفها واحنا عندنا الفلاتر انواع كتير بتبدا م. من مرحله لحد سبع مراحل وبعد السبعه مراحل كمان بيبقى في فلاتر فيها معالجه فلاتر فيها تنقيه وتعقيم بس فلاتر تنقيه بس حسب نوع الفلتر مم. يعني في فلتر تنقيه فلتر تنقيه وتعقيم فلتر تنقيه ومعالجه آه كل فلتر بيقوم بدور يعني حسب المياه عندك في المنطقه او في المكان اللي انت ساكنه فيه بتكون فيها مشكله ايه يعني انا بحدد على حسب طبيعه المكان اللي انا ساكنه فيه بالظبط كده طب يعني ممكن حضرتك توضح لنا الصوره يعني انا لو في منطقه ريفيه هل بيختلف عن منطقه المدن مثلا والحضر هو لا. اكيد طبعا فإن المنطقه الريفيه بتختلف عن منطقه الحجر اه. يعني المناطق اللي فيها مياه مالحه اه. او فيها مياه فيها نسبه املاح او مياه جوفيه مثلا او مياه جوفيه بتكون اه. نسبه الاملاح فيها عاليه اه. فالطبيعي ان احنا بنحتاج جهاز معالجه يعالج اه. المية اما المناطق اللي ما فيهاش زي مثلا المدن الجديده مثلا دي اه. مش كل المدن الجديده يعني اه. الاماكن الساحليه بالاخص بتحتاج لفلتر ار او اللي هو فيه وحده معالجه يعالج اه. المية اه. أما الاماكن اللي, اللي مش مش قريبه من الاماكن اللي فيها نسبه املاح عاليه او كده بتحتاج فلتر اللي هو بينقي بس المايه من الشوائب والبكتيريا والاتربه اللي هو التنقيه العاديه مش ممكن بيحتاج حضرتك معلقة. تشرح لنا بقى كل جهاز هنا وطريقته وطبيعته ما فيش اي مشكله هو الاجهزه ديت هم ثلاث انواع من الاجهزه ده مم. فلتر تنقيه ده سبع مراحل مم. بيعمل عمليه تنقيه للمياه تنقيه اللي هو العادي اللي احنا عارفينه بالظبط كده هو بيتكون من سبع شمعات مم. هي الشمعه الاولى مصنوعه من حاجه اسمها البولي البكر مم. دي نفذيتها 5 مايكرون بتعمل عمليه فصل الأتربة الموجوده في الميه المرحله الثانيه دي حاجه اسمها حبيبات كربون نشط دي بتعمل عمليه فصل الغازات الموجوده في الميه زي الكلور لو نسبه الكلور عاليه في الميه فهي بتعمل عمليه فصل للكلور الموجود في الميه المرحله الثالثه دي مرحله تاكيديه على المرحله الاولى والثانيه بتعمل عمليه ازاله المواد العضويه والمواد البيولوجيه الموجوده في الميه تمام بعد كده بتخش على المرحله الرابعه دي حاجه اسمها بوست كربون او كربون معالج بجوز الهند ده بيعمل عمليه ازاله الروائح الكريهه اللي موجوده في المياه يعني لو في اي ريحه موجوده في المياه هو بيعمل عمليه ازاله ليها تمام. وبيرجع الميه لصفاتها الطبيعيه اللي هي بدون طعم ولون وريحه تمام المرحله الثالثه دي حاجه اسمها صخور كالسيه او مجموعه صخور دي صخور صوديوم كالسيوم مغنيسيوم كالسايد مم. دي بتعمل عمليه معادله معادله اسمها معادله البي اتش بتظبط نسبه المعادن الموجوده في المياه بتدي الميه نسبه المعادن اللي احنا محتاجينها المرحله السابعه دي حاجه اسمها انفراريد او اشعه تحت حمراء دي بتعمل عمليه تعقيم مبدئي للميه ده بالنسبه للجهاز الاولاني طيب بالنسبه بقى لتغيير الشمع ده يفضل او يستحسن ان احنا نغيرها من فتره قد ايه هو الشمعات الاولى يفضل ان هي تتغير كل 3 شهور الثانيه والثالثه الافضل ليها اللي هي كل 3 شهور عشان ما تاثرش على الشمعات اللي فوق بس هي صلاحيتها لحد 6 شهور اه يعني احنا نعمل كده رينج او متوسط ان كل ثلاث شهور نعمل شمعات على ثلاث شمعات نعمل عمليه غسيل للجهاز كل فتره بحيث ان احنا نفضل محافظين على جودته. نعمل له غسيل بقى ده ممكن ربه مش عن طريق ربه البيت يعني لا عن طريق طبعاً الشركه عن طريق الشركه اه تمام ده بالنسبه للجهاز الاولاني مم. تمام الجهاز الثاني ده سبع مراحل برده بس ده حاجه اسمها ار او دي بقى معالج ده معالج للميه المعالج ده يعتبر طبعاً. افضل حاجه في وحدات المعالجه يعني وحدة الار او دي بيستخدموها في وحدات الغسيل الكلوي. <applause> وحدة المعالجة دي بيستخدموها في وحدة غسيل الكلوي بس هي موجودة في الجهاز اللى هي بتعالج المياة او بتشيل الاملاح الزيادة الموجودة في المياة <applause> هو الجهاز الشمعه الاولى والثانيه والثالثه هي نفس الشمعات اللي موجوده في الجهاز الاولاني مم. مع اختلاف اللي احنا آه الشمعه الرابعه هنا حاجه اسمها ممبرين او وحده معالجه مم. اسمها ممبرين دي اللي مختلف عن الجهاز الاول دي ما فيهاش ما فيهوش وحده المعالجه بالظبط وبسبب وجود الممبرين دي بيكون موجود معانا موتور وادابتر وتانك يعني بسبب وجود الممبرين ده بيخلي الجهاز يكون فيه موتور وفيه ادابتر وفيه هاي ولو رباعي وتانك ده كل ده بيزيد عشان وقت المعجلة الموجود. طيب استاذنا استاذ احمد عندنا فاصل ونرجع ليكم مرة تانية استنونا وفقرة جديدة من برنامجكم سر جمالكم رجعنا ليكم مره ثانيه وهنستكمل معانا الحوار مع استاذ احمد احنا كنا لسه بنكمل كلامنا عن جهاز المعالج فيا حضرتك تشرح لنا اكتر وتفاصيل اكتر عن الجهاز تمام هو زي ما قلت لحضرتك هو جهاز الأرو بيكون افضل حاجه في المعالجه م. هو بيوصل نسبه الاملاح تعتبر حوالي 27 او 28 نسبه المعادن اللي دايما في المياه هي نسبه الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم الفرق كله من الجهاز دوت والجهاز دوت الجهاز ده فيه وحده اسمها وحده المعالجه او واحدة الـ طمعًا. دي النفاذية بتاعتها واحد على عشرة آلاف من مايكرون فبتعديش المياه منها إلا بضغط قوى انت بتقدم معلومات الصراحه انا يعني اكاد اجزم ان المواطن اكيد اول مره يعرفها بالتأكيد. ان في فرق بين الاجهزه وان دايما لازم هو بيشتري الفلتر لازم يعرف ان كان ده معالج او عادي ويعرف قد ايه بيخلص نسبه الاملاح من من الميه وكده حسب حسب استخدامه يعني هو عايز الفلتر عنده نسبه معادن املاح زايده في الميه فبيركب الفلتر ار او لو ما عندوش نسبه املاح زايده فبيركب الفلتر اللي هو الفلتريشن او التنقيه تمام وقت الار او دي حاجه اسمها ميمبرين ملفوف في عشرة في لفها شويه ده بيعمل عمليه صنفره الزرات الملح وبيرجعها لشكلها الطبيعي او شكلها المستصار اللي هو الشكل البلوري آه الطبيعي طبعا البكتيريا والطحالب بتخش على ذرات الملح بيبقى شكلها إبري فما على جدار الكلى مم. فبتعمل حصوات على الكلى وبتعمل بتسبب لا قدر الله فشل كلوي والكلام ده كله يا خبر فالفلتر ده بيعالج الميه بيشيل من الميه الاملاح والاملاح الزياده بينقي الميه وبيعالجها والجهاز طلع منه خرطومين طيب انا عاوزه برضو عشان وقت البرنامج عاوزه اشوف بقى الجهاز اللي شكله الصراحه اول مره اشوف فلتر يكون بالشكل ده فيا ايه تقدم لنا كده معلومه عنه ده جهاز السبع مراحل برضو مم. بس ده جهاز ار او زي دوت بالظبط يعني مم. ده هو ده مع اختلاف طبعا الشكل ده موجود كل حاجه جوه الجهاز زائد آه. اللي آه هو مزود بحاجه اسمها مبرد اللي هو الدسبنسر السقع سخن مم. طلع ميه الساعة نقدر نشرب ميه الساعة يعني ساعة. مش محتاجين تلاجه هو فيه واحده التبريد بتاعته وفي ميه كمان سخنه بتوصل لمرحله الغليان نقدر نشرب منها شاي نسكافيه نعمل منها كل ده آه. على طول دي حاجه جديده يعني منه فلتر ومنه مبرد ومنه مبرد و... زائد آه. آه. كمان اللي هو مزود بحاجه اسمها جهاز اوزون آه. ده بيعمل عمليه تعقيم بالاوزون ده مم. مم. مش موجود في اي جهاز في مصر غير في الجهاز دوت طبعا التعقيم بالاوزون ده يعتبر اقوى تعقيم في العالم التعقيم بالاوزون يعني اول مره اسمع التقنيه ديت فيعني في برضو حاجه جديده علينا بالظبط كده هي حاجه لسه اول مره تبقى موجوده في السوق آه هو الجهاز دوت آه بعد ما بيعالج الميه احنا لو عايزين مثلا عندنا خضروات او فاكهه آه حصل عمليه دبلان او دبلت شويه بنحط فيها جهاز الاوزون ده لمده 10 دقائق وربع ساعه بترجع طازه تاني م. زائد اللي هي بتستخدم في علاج حاجات كتير جدا م. يعني مثلا مشاكل الهضم تقوي آه المناعه اي التاف في الجسم طيب بالنسبه للجهاز دوت يعني انا شايفه ان انت بتقدم خدمات جديده يعني يقدر المواطن في اي محافظه من المحافظات يقدر يتواصل معاك ويحصل على الجهاز اه بالنسبه للاسكندريه والبحيره والقاهره تقصيد اما بالنسبه للاماكن الاخرى اللي هي بس اي بلد اي محافظه ثانيه بيكون كاش بس م. طيب يعني بتقدم عروض كويسه وبتقدم تسهيلات بتقصيد على من غير مقدم اصلا يعني اول لسه بعد شهر من التركيب تمام طيب هل انت شايف ان قدام هيبقى في جديد في موضوع الفلاتر دوت يعني احنا كل شويه في تقدم يعني ايه الجديد اللي أكيد. ممكن تقدمه يعني فينا؟ هو مش هيبقى في حاجه جديده اكتر من كده يعني بيتهيالي ده اكتر حاجه في مجال المعالجه والتعقيم تمام انا بشكر حضرتك طبعا على المعلومات الجديده وعن نشاط شركتك ونتمنى دايما ان يبقى شبابنا كده بيقدم مشروعات كويسه وافكار جديده ربنا آه مشاهدينا يمكن في سر من اسرار الجمال هو تناول كميات كافيه من المياه سواء للمراه او الطفل او الشباب او الانسان بشكل عام فالماء له طاقه يجب ان نحافظ عليها حتى الصحه العامه للانسان ويمكن ارجع للفقره اللي قلت اللي أشرت ليها في اول برنامجنا عن الرسوم اللي تم نشرها في فرنسا اتمنى ان احنا ان شاء الله نقدم ليها حاجه كويسه وشكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده